السلام عليكم. أشكر السادة الزملاء على حضورهم، يعني المشرف والجاد من أول يوم ما شاء الله. وبقول للدكتور أحمد السبعاوي كل سنة وأنت طيب. وبسم الله الرحمن الرحيم، أنا هتكلم عن الهايبوغلاسيميا إن بيبول ويز دايابيتس. هايبوغلاسيميا إز أ فولن بلاد جلوكوز ليفل ذات إكسبوزز بيشنت تو هارم. ومفيش سنجل نوميريكال ديفينيشن للهايبوغلاسيميا لكل العيانين الدايابيتكس، ولكن اصطلح على الويبل ترياد اللي هو بيبقى فيه اوتونوميك اند نيوروجلايكوبينيك سيمتومز، سكر اقل من 70، ده في العيان الدايابيتك. دكتوره ريهام لسه قايله في النون دايابيتك بيبقى اقل من 55، ولكن في الدايابيتك بتبقى السكر بيقل عن 70. وده بيحصل اكتر حاجه في البيشنت اللي بياخد هايبوغلايسيميك دراجز زي الانسولين او السلفونيلوريا او الميجليتينايز اللي هم السكريتاجوجز. واخر حاجه في الويبلز ترايد ان السيمتومز بتتحسن لما البيشنت بياخد كاربس. هايبوغلايسيميا از ذا موست كومن اكيوت كومبليكيشن اوف جلوكوز لوورنج ثيرابي اند از اسوشيتد ويز بور اوت كمز اند كواليتي اوف لايفز. ومور كوملي زي ما لسه قايلين في العيانين تايب 1 اللي هم على انسولين، وعيانين تايب 2 اللي بياخدوا الكلاس اللي قلنا عليه. Also glycemic thresholds that induce symptoms and counter regulatory response vary within and between individuals. عندنا هنا مثلا دي ستوري طلعت ان العيانين اللي هوسبيتالايزد تايب 1 مي انكاونتر وهم في المستشفى ربع العيانين تقريبا بيجي لهم هايبوغلايسيميا، وعيانين تايب 2 اللي بياخدوا انسولين اب تو 14%. العينين بقى اللي بياخدوا اورال النسبه بتقل 4%. في حاجه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، الليفلز اوف هايبوجلايسيميا. الليفلز اوف هايبوجلايسيميا عندنا ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. ليفل 1 ده السكر بيقل عن 70 ويبقى اعلى من 54. الليفل ده بيبقى فيه ادرينرجيك او ورنينج سيمتومز. بنبدا بقى عند ليفل 2 السكر يقل عن 54 بيبدا يظهر تاثير نقص السكر على المخ، والسكر هو الفول الوحيد بتاع المخ، فيبدا يظهر نيوروجلايكوبينيك سيمتومز اول ما السكر يقل عن 54. ليفل 3 بقى بيبقى سيفير ايفنت مع اولترد منتال او فيزيكال ستيتس، محتاجه ان الشخص لازم حد يساعده بغض النظر عن رقم السكر ده كام. يعني لو عيان زي ما هنتكلم كمان شويه سكره بقاله فتره طويله مش بيقدر بيبدا يحس بانخفاض على ارقام عاليه شويه، ممكن يجي له ده على سكر يعني على ارقام سكر بتبقى اعلى من ال 70. لذلك الاي دي اي ورك جروب اون هايبوجلايسيميا كلاسيفيكيشن هايبوجلايسيميا ان بيرسونز ويز دايابيتس اصطلحوا على كذا مصطلح. في اول مصطلح السيفير هايبوجلايسيميا اللي احنا لسه قايلينه اللي هو الايفنت اللي محتاج اسيستنس من انذر بيرسونز تو ادمنستر كارب او ياخد اي ام جلوكاجون بغض النظر عن رقم السكر ده كام. وفي دوكيومنتد سيمتوماتيك هايبوجلايسيميا اللي هي الهايبوجلايسيميا الكلاسيكيه سيمتومز عملنا دوكيومنتيشن ليها بالقياس السكر اقل من 70 اتصلحت لما اخذنا كارب. وفي اسيمتوماتيك هايبوجلايسيميا ودي طبعا من اخطر ما يمكن اللي هو مش بلاقي سيمتومز، ودي ممكن نشوفها كتير في العيانين التايب 1 اللي بقى لهم فتره طويله او عيان تايب 2 اللي ماشي بقى له فتره طويله على الانسولين ومش بيحس بانخفاض السكر. تلاقي نفسك عمال تتكلم مع العيان بس حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، انت شايف فولي كونشس بس هو في حاجه مش مظبوطه. تقيس السكر تلاقيه 30 40 50. في البروبابل سيمتوماتيك هايبوجلايسيميا دي سيمتومز اوف هايبوجلايسيميا اتحسنت لما العيان خد كارب بس ما قسناش سكرنا ساعتها. وفي ريلاتيف هايبوجلايسيميا ودي في العيانين برضو اللي هم سكرهم على طول متساب على الليفلز العاليه البورلي ان كنترولد تايب 2 او تايب 1، ده بيبقى عنده ريلاتيف هايبوجلايسيميا. لما يبدا سكره يتظبط العيان يجي لك مثلا عنده مشكله في الشبكيه داخل هيعمل عمليه. العيانين اللي احنا عارفينهم الكلاسيكيين اللي بيحب يظبط سكره وقت المواسم، انا خلاص انا عندي السكر بقى لي 20 سنه بس مش هروح اظبط سكره لما نظري يبدا يروح مني. فالدكتور الرمل يقول له وهو سكره التراكمي 13 وجاي لك دلوقتي يقول له لازم سكرك التراكمي يبقى 7 او في دكاتره ثانيين يقول لك اقل من 6.5. طب الكلام ده لازم تفهم العيان ان لازم يتم واحده واحده، والا العيان هيتعرض لما يعرف بريلاتيف هايبوجلايسيميا انه يبدا يحس بهايبوجلايسيميا ممكن تبقى سيفير على ارقام بتبقى عاليه. ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تدخل العيان في هايبوجلايسيميا؟ في عندنا طبعا الاستريكت جلايسيميك كنترول، بس اي عيان بنعمله ستريكت جلايسيميك كنترول لا، بالذات العيان اللي بياخد هايبوجلايسيميك دراجز، العيان اللي بياخد انسولين او سلفونيلوريا. لو في عيان جاله سيفير هايبوجلايسيميا قبل كده او عيان جاله هايبوجلايسيميا مش بيعالجها مظبوط
او عيان عنده لونج او عيان فيه لونج ديوريشن اوف تايب 1 او لونج ديوريشن اوف تايب 2 على انسولين، او عيان اللي ما اتعملوش اديوكيشن كويس وبيحقن انسولين في نفس المكان لحد ما حصل له لايبو ديستروفي مما يؤدي الى الايراتيك انسولين ابزوربشن. فمش كل جرعه انسولين هتدي نفس الافكت، ممكن جرعه تدخل في الفايبرس تيشو ما تمتصش كويس وجرعه ثانيه يحصل رابيد ابزوربشن. وزاد في العينين دول تلاقي مثلا عين جاي لك بياخد جرعات معينه فتزودها له، فحظك اما متزود له الجرعه او ايفن حتى يغير المكان في مره تلاقي يدخل في هايبوجلاسيميا او سيفير هيباتيك او امبيردينال فانكشن، او العيان الالدرلي او لما يبقى فيه سيبسس او الكوجنيتيف ديسفانكشن او الديمنشيا. العيان الالدرلي او العيان الكبير ممكن ما يفتكرش هو اخد دواء السكر بتاعه ولا لا، او ياخد العلاج وينسى ياكل، او ياخد العلاج ويدخل ينام، او مثلا بعض الريجولر لايف ستايل لما يكون مثلا في اكسرسايز العيان بيبراكتس اكسرسايز ما تعملش ادوكيشن كويس انه لازم ياخد سناكس قبل وبعد الاكسرسايز، انه لازم يقيس سكره لما يكون طبعا ده مش عندنا الكحول لانه بيبريفنت الجلوكونيوجينسيس انكريزنج ايج الايرلي بريجننسي والبريست فيدنج. ولما بيكون ما فيش العيان مش بيقيس، العيان اللي مش بيقيس ده دايما كده بقول للعيان وانا قاعد معاه انت مش بتقيس سكرك عمرك ما هتعرف لو سكرك بيوطى كتير جسمك هيتعود ومش هيحذرك، لو سكرك عالي هيحصل لك مضاعفات وعمرك ما هتعرف ان سكرك عالي. لما بيبقى فيه ريديوس ذا كارب انتيك بسبب الفود مال ابزوربشن او جاسترو انتيرايتس، وكتير شفناها اليومين اللي فاتوا دول عيان يجي لك الحقني انا سكري انخفض بسبب انه عنده نزله معويه، او العيانين اللي عندهم سيلياك ديزيز او لسه زي ما الدكتوره هام قايله البارياتريك سيرجري. عندنا الريسك فاكتورز فور هايبوجلاسيميا اتشيرد اوتونوميك فيلر لسه قايلينها اللي هي بتاعه لما يبقى فيه ابسوليوت اندوجينس انسولين ديفيشنسي او هيستوري اوف سيفير هايبوجلاسيميا او هايبوجلاسيميا ان اورنس، ودي حاجه في منتهى الخطوره. هايبوجلاسيميا ان اورنس يا جماعه عند العيان بيسكيب الادرينرجيك سيمتومز او الهورنج سيمتومز، الهانج ما بيحصلوش هانجر سنسيشن، جسمه مش بيحذره بيقول لازم تاكل لازم تاخد كارب، يبدا يدخل على طول في السيفير هايبوجلاسيميا على طول ابرابتلي تلاقيه دخل في فيتس. ولن انسى وانا داخل انا يعني انا الدكتور معتز السينيور بتاعي كنت داخل المعهد الصبح بصحي زميلي اللي كان في النبطشيه بقول يلا ننزل العياده، زميلي ده ربنا يحفظه ويشفيه يا رب ويبارك في صحته تايب 1 وكان لونج ستاندنج كان عنده هايبوجلاسيميا ان اورنس. قبلها قعد كان بيتعالج مع دكاتره نيورولوجي ان هو كان بيجي له ريكارنت فيتس، كان فاكر ان عنده ايبيليبسي وطلع الموضوع ان عنده هايبوجلاسيميا ان اورنس. انا بصحيه بقول له قوم يلا عشان ننزل العياده، لقيته قام يعني انا مديله ظهري لقيته وقع فجاه بيتشنج، ولن انسى هذا كان سكره ساعتها 35. هو رد عليا وقال لي انا صحيت خلاص، بس قام وهو داخل الحمام عشان يغسل وشه وقع من طول ودخل في فيتس، وده كان بسبب هايبوجلاسيميا ان اورنس. لما بيبقى فيه اجريسيف جلاسيميك ثيرابي انا عاوز يعني ابقى اجريسيف مع العيان وهستخدم هايبوجلاسيميك دراجز زي الانسولين او السرفنال يوريك. عندنا في حاجه مهمه جدا جدا الدراجز اللي ممكن تدخلنا في هايبوجلاسيميا، عندنا الـ يعني الكينولونز بالذات الكينين الاندوميثاسين حبايبنا العضمجيه دايما بيكتبوا الاندوميثاسين وده ممكن يدخل العيان في هايبوجلاسيميا. الليثيوم ده مود ستابلايزر ودكاتره النفسيه بيستخدموه، ممكن في بعض الاحيان الايس بيحسن السنسيتيفيتي ودخل في هايبوجلاسيميا. المانيفيستيشنز بتاعتنا المفروض ان بيحصل بيهيفير مانيفيستيشنز في اريتابيليتي في ايراتيك بيهيفير. شكرا معلش اخد الميه انا اسف. العيان بيبقى اريتابل بيبدا يصير تصرفات مش ما هياش مظبوطه. احيانا الهايبوجلاسيميا ممكن العيان يقول لك انا بحلم بكوابيس كتير، في عز الحر تلاقيه يصحى من النوم وهو بالل السرير. العيان فجاه وبالذات اللي بنشوفها في الفيميلز او تبقى قاعد بتتكلم معاها فجاه تلاقيها عماله تعيط يطلع عنها ده بسبب الهايبوجلاسيميا او نون سبيسيفيك سيمتومز اللي بتحصل الهانجر الهيديك النوزيا التايردنس. الادرينرجيك سيمتومز اللي قلنا عليها بيبقى في سويتنج هانجر تينجلينج تريمبلينج بالبيتيشنز انكزايتي لازم تاكل حالا. النيروجلايكوبينيك بقى بيقدر يحصل فيه فيجوال ديستربنس بور كونسنتريشن دراوزينس ليثارجي انيوجوال بيهافير بيرسوناليتي تشينج بيبدا العين يبقى كونفيوزد، ممكن الموضوع يدخل في كارنيولوجيكال ابنورمالتي وسيجر زي صاحبنا او ايفن كوما وبرندس والهايبوجلاسيميا وياما شفناها في العيانين اللي بيكوميت اللي بيترايت تو كوميت سويسايد او العيان النجلكتد يحقن نفسه انسولين يدخل في برولونجد هايبوجلاسيميا بيحصل له بيرمننت برندس زي الاستروك بالظبط.
طيب الهايبوجلاسيميا انا هتعامل معاها ازاي؟ احنا عارفين طبعا الرول اوف 15، الرول اوف 15 ان انا العيان لو سكره اقل من 70، هل العيان ده هيقدر ياكل ويشرب ولا العيان دوت المفروض ان هو ديسترب كونشس ليفل ومش هينفع ان انا احط حاجه في بقه؟ لو العيان ينفع ياكل ويشرب انا هدي له 15 جرام كارب، ال 15 جرام دول بيبقوا سيمبل كارب، خمس حبات كاندي او خمس ملبسات او 150 جرام من الحاجه ال 150 مللي من الحاجه الساقعه او نص كوبايه عصير. وبعد ربع ساعه تاني بقيس سكره لحد ما السكر يعدي ال 70 وبعد كده بديله كومبلكس كارب بحاجه مثلا برده 15 جرام برده عباره عن شريحتين من الـ من الـ من البسكوت مثلا. لو العيان بقى نيل باي ماوس ده طبعا من البدايه كده لازم هديله اي في جلوكوز اللي عندنا هنا في مصر اكتر حاجه شائعه ال 10% وال 25%، فانا هديله 150 ل 200 مللي جلوكوز 10% او 75 ل 100 من ال 25% هديهم له اي في على مدار ربع ساعه، وبعد كده اقيس سكره تاني، وممكن اكرر العمليه الموضوع ده اكتر من مره لحد ما اشوف السكر بتاعه يبدا ان هو يعلى والعين يقدر يساعد نفسه يقدر ان هو ايه ياكل. اما بقى لما يكون العيان في المستشفى وبياخد انسولين انفيوجن طبعا شيء بديهي ان انا بوقف له انسولين وابدا ان انا ادي له جلوكوز ويرفع السكر بتاعه بعد كده ارجع له تاني الانسولين انفيوجن واعدل الريت بتاعي. All people with diabetes currently using or starting therapy with insulin or insulin secretagogues and their support person should be counseled about risk, prevention, recognition, and treatment of hypoglycemia. Risk factors for severe hypoglycemia should be identified and addressed. The diabetes health team should review the person with diabetes experience with hypoglycemia كل زيارة. كل زيارة العيان اللي أنا ماشي على hypoglycemic drug لازم أسأله أنت بتهبط؟ سكره عالي قبل ما ازود له الانسولين او ازود له جرعه السلفانيلوريه اساله بتهبط ولا لا؟ ما هو ممكن يكون سبب الهايبرجلاسيميا اللي هو فيها ان هو بياخد جرعات عاليه من الانسولين او هايبوجلاسيميك دراز تخليه ياكل كتير فسكره يعلى كديفنسيف ميكانيزم. اراجع معاه الادويه، عيان كتير مثلا ممكن يكون بياخد سلفانيلوريا بجرعات عاليه يدخله في هايبوجلاسيميا فيسكيب الادويه الثانيه اللي هي يعني ظنا، واكيد بنشوف في البراكتس انا ماشي العيان مثلا على 2 جرام متفورمين او متفورمين ودي بفور مع سلفانيلوريا، العيان يقول لك انا بهبط بعد الظهر وهو يظن ان الهايبوجلاسيميا سببها المتفورمين، بقول له لا ده سببها الدواء اللي في الصبح فالمفروض اعمله داون تايتريشن للسلفانيلوريا قبل ما ازود الجرعه الدواء بتاعي. وحاجة مهمة لازم افتكرها، مش كل العيانين زي بعض، العيان النايف غير العيان اللونج ستاندنج غير الالدرلي، كل حد لازم اشوف التارجت بتاعي ايه اللي هوصل معاه في الجلاسيميك كنترول ازاي. وعندنا اهو عيان تايب 2 من اللي جالي من البداية، العيان النايف اللي بنكرياس لسه بس بتاعه مدور رقم جلوكوتستي، انا دوت انا ممكن يعني عندي ادوية كتير ممكن مش بتعمل هايبوجلاسيميا استخدمها تساعد العيان انه يلوز ويت، تساعد العيان انه يمنتين هيلث لايف ستايل، ما اقولش العيان امشي على لو كارب والاستريكت كارب انتيك بتاعك واقوم اديله هاي دوز سلفانيلوريا عشان سكره عالي من الاول، لا السلفانيلوريا دايما او الانسولين ستارت لو اند جو سلو، ستارت لو اند جو سلو عشان يعني ما تدخلش العيان في ديفنسيف ايتنج وتحطه في الفيشس سيركل اللي احنا ايه عارفينها. عندنا هو الميتفورمين الجي ال بي 1 والاس جي ال تي والدي بي 4 والتي زي ديز دول كلهم موجودين مش بيعملوا هايبوجلاسيميا، دي ادويه كلها ومكاننا في الجايد لاينز قبل السلفانيلوريا. In people with diabetes at increased risk of hypoglycemia the following strategies may be used to reduce risk of hypoglycemia. Avoidance of pharmacotherapies associated with increased risk of recurrent or severe hypoglycemia. دي لسه قايلين. A standardized education program. لازم يا جماعه العين اللي هكتب له حاجه تعمل له هبوط وبالذات لو بروفيشن او مهنه سنسيتيف للهايبوجلايسيميا اعمل له اورنس للكلام ده، ما ينفعش عيان سوباء عيان بيطلع على سقاله هكتب له سلفانيلوريا او هكتب له انسولين من غير ما اعمل له اديوكيشن انت ممكن تهبط من الدواء امتى ولازم اقول له ياكل ازاي وبالذات الانسولين لو انا هكتب بريميكسد او بيزال بولس لازم اعمل اديوكيشن للعيان كويس عن التايمنج بتاع الانسولين، الانسولين بتاعه بيبدا من امتى، البيك بتاعته بتبقى امتى، الديوريشن قد ايه، اعلمه ياكل امتى مع الانسولين وياكل قد ايه، لازم اقعد مع العيان كويس واعلمه ولازم افهم العيان ان قياس السكر مع الانسولين يعني ده مش رفاهيه ده حاجه اسينشال زي الانسولين وده مرايه الانسولين. ما انت لو معاك عربيه ودايما بقول المثال ده وهختم بيه، لو معاك عربيه وبتسوق والعداد بتاع في عداد بايظ هيحصل لك كارثه وانت سايق، ما ينفعش تسوق من غير عداد شغال كويس، وكذلك ما ينفعش تاخد انسولين من غير ما تكون في جلوكوز مونيتورنج بصفه مستمره. وشكرا جزيلا وارجو ان انا اكون ما اطولش عليك.